مثلا في مستوصف او مستشفى، هل طيب بتوقيع الدكتور دوت؟ والله ما انت ما فيش في ايدك حاجه تعملها غير كده، لكن انت كمدرب غوص لازم تبقى عارف المشكله بتبقى فين في موضوع الضغط او السكر بالذات. الضغط ما فيهوش اي مشكله بدم كنترولد، بمعنى ان هو الراجل ده عنده الضغط بقاله سنه، بقاله شهر، بقاله 10 سنين، وهو عارف بيعمل له تنظيم ازاي. الحاجة الوحيدة اللي بتضايقنا ان يكون الدواء بتاع الضغط اللي هو بياخده حاجة اسمها بيتا بلوكر. اكتبوا الاسم ده يا جماعة، بيتا بلوكر. ده من الحاجات اللي بتقلل كفاءة القلب على العموم، وهو في نفس الوقت بينقص الضغط. ففي ناس كتير قوي بيستعملوا البيتا بلوكرز دول، وهذا العقار غير مناسب لأي مجهود رياضي، لأنه بيقلل من كفاءة عضلة القلب. يعني أو بمعنى آخر، لو القلب حصل في الجسم إجهاد ومطلوب منه أنه يضخ دم بطريقة معينة، ما بيقدرش عشان العقار ده. فبالنسبة للغطس الصحيح، حضرتك ما بتجريش مثلا سباق اختراق ضاحية، لكن ينعكس بقى على الرئة، أن القلب مش قادر يسبورت الرئة، فبيحصل حاجة اسمها immersion pulmonary edema، اللي هي ارتشاح في الرئة نتيجة الوجود تحت سطح المية. مش معروف سببه قوي، بس من أسبابه هو قصور عضلة القلب، وده اللي ممكن يعمله البيتا بلوكر. فأنت الدكتور مش بتاع الطب العادي مش هيبقى فاهم أو كده، هو بس هيوافق إن الراجل ده يا جماعة ده ضغطه كويس وعامل كنترولو كله. لازم أنت توجه نظر الدكتور اللي أنت بتتعامل معاه ان هو المريض ده ما يكونش بياخد من ضمن الادويه اللي بياخدها بيتا بلوكرز عشان ضغط الدم. ده الاعتراض الوحيد. انما مريض السكري ده بقى دي قصه تانيه، لان السكر حتى لو كنترولد بيبقى فيه تدريب خاص للغواص اللي عنده مرض السكري. كان زمان بنمنع بتوع السكر دول، ان احنا ما بنبقاش عارفين هتجيله الغيبوبه تحت الميه ولا هتجيله. طبعا لو واحد لا قدر الله جات له غيبوبه تحت الميه، ده غرق، ما فيهوش يعني فصام. فاي مرض ممكن ان ينتج عنه في اي لحظه من لحظات، زي الصرع مثلا، او زي السكر كام، او زي مثلا اي قصور في الغدد الصماء، لو هو من اعراض المرض انه بيحصل اغماء، ده طبعا ما بيختص، ساعات ما بيعومش، ساعات ما بيسوقش، ساعات ما خلوش حتى يقف في البلكونه لحسن يقع. انما من فتره كده جم بتوع الالمان بالذات قالوا لا يا جماعه بتوع السكر، احنا ممكن نعمل لهم تدريب معين بحيث ان هو يبقى معاه حاجه بيقيس بيها السكر كل يوم اثناء الغطس مرتين وثلاثه، وعارف لما بيحصل له ستريس او اكسرسايز بيظبط جرعات الادويه حتى الانسولين او غير الانسولين عشان يقلل ويزود السكر بتاعه. وعندهم حاجات بتبقى بيجيبوها معاهم اللي هي بتتحط تحت اللسان حتى وانت تحت الميه عشان تزود السكر بسرعه في الدم، لان اللي بنخاف منه يا جماعه في تحت الميه في مريض السكر هو نقص، زياده نقص السكر. لو لا قدر الله نزل السكر بتاعنا 40 اغمى عليه. فهو لما بيبقى متمرس بيعرف ان هو ابتدى يحس باعراض ان السكر هينزل، بيروح بيطلع من جيبه البتاعه دي وفاتحها وحاططها تحت لسانه، بترفع نسبه السكر. فمريض السكر انا ما يهمنيش انه يجيب شهاده من دكتور، قد ما يهمني هو يكون متمرن على ازاي تختص يا ابني وانت عندك سكر. ده اللي مهم قوي، لان مهما واحد كتب له ولا قدر الله حصلت له غيبوبه ولا حاجه هتلبسه انت، يعني لا قدر الله هيموت وهتروح انت في سين وجيم. ربنا يستر علينا وعلى اخواننا واخواتنا الرجال. طيب دكتور، لو واحد عنده مرض الضغط ولكن هو مظبط ضغطه بياخد الحبوب والبرشام بتاعه في ميعاده، لكن عايز يجرب ويدخل في موضوع الغسل التكنيكال التقني، تنصحه يدخل يا دكتور؟ هو شوف الضغط زي ما قلت لك، ارتفاع ضغط الدم رهيب، هو الدواء اللي المريض الضغط بياخده عشان يقلل الضغط. فلو في حاجه اسمها بيتا بلوكر بننصحه ان هو يغير الدواء ده، بيروح للدكتور اللي هو متابع معاه الحاله يغير الدواء ده.